السلام عليكم، حياكم الله سادتي المشاهدين. وفي الجزء الثاني من حلقتنا هذا، القبس الذي اقتبسناه اليوم هو أخلاقي من وحي كربلاء ومن وحي طفوف كربلاء. وكما تعلمون أنه لا يمكن أن يحاط بكل ما حدث في كربلاء، العمر لا يكفي، عمر الإنسان يعني العمر الإنسانية لا يكفي لأهمية هذا الحدث والوجود المبارك للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الحدث. ملأ الدنيا خيرا، وهذا الخير علينا أن نستثمره بكل طاقتنا، لأن سادتي الأكارم كما تعلمون والأمر محزن للغاية أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بذل نفسه الشريفة من أجل حياتنا الإيمانية والاجتماعية تكون أفضل، حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى بر الأمان تحت لواء ولده الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. ما زلنا في الكلام في هذا البعد والبعد الأخلاقي، وحقيقة الأمر محير من أين نبدأ وأين ننتهي، لكن ممكن أن نشير إلى بعض النقاط الأساسية الأخلاقية الواضحة التي كانت موجودة في كربلاء، وكيف نستثمر هذه الوقائع في حياتنا الحالية. نبدأ بالعكس، نقول واقعنا الحالي الآن لا أقول تضرر، إنما أقول يحتاج إلى مراجعة بالنسبة لتفعيل بعض المسائل الأخلاقية الأساسية، مثل قضية الإيثار مثلا. الآن نحن في حاجة كمجتمع إنساني عام، نحن في حاجة إلى تعاون وبذل لكي نصحح بعض الأخطاء التي صارت في المجتمع، ممكن أنه بسبب يعني بسبب مسببين أو هي الظروف بعد كما تعلمون، وأوصلتنا إلى حالة نحتاج إلى تلك المعالجات. فهل لنا أن نعيد هذا المفهوم على بساطته، وأنه ليس معقدا لكنه منجي، حال حال باقي الأمور الشرعية. أخواني الكرام، لا سيما الأخلاقية، العناوين الأخلاقية التي ركز عليها الإسلام، التي فعلها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، والمشهد الذي هو نصب الأعين هو ما حدث في كربلاء، ممكن أن يخلصنا من مشاكل كبيرة في حياتنا الحالية. الآن ترون أنه مثلا هناك أثر صحي وأزمة صحية وأزمة مالية وأزمة اقتصادية وإلى آخره من أزمات تحيط بالمجتمع فردا وجماعة وتضغط عليه بشدة. ممكن أن ننفس هذا الضغط الشديد بهذا التفاعل، ومنه قضية الإيثار. أستطيع أن أمنح ما هو أنا يعني منح لي، الآن منحت لي حالة وصارت لا أستطيع أن أقول ملكي، وإنما أستطيع التصرف بها. هل يمكن أن أتنازل عن هذا الحق لغيري والنوبة الأخرى لي أو النوبات الأخرى لي حتى يفك ذلك الضيق عن هذا الفرد وبالتالي عن المجتمع؟ هل يمكن لي أن أفعل هذه الحالة التي نسميها بالإيثار، أن أؤثر الآخر على نفسي؟ بماذا؟ هذا الحق الذي أملكه فليتمتع هو به، يعني ممكن أقول أنه يفك الأزمة عن نفسه، ثم أنا أصبر قليلا حتى يصل لي الدور والنوبة، وبهذه الطريقة ممكن أن نفتح الطريق للخروج من أزماتنا. حالة مهمة جدا، وأتمنى أن نفكر بمثل هذا الأمر بشكل جدي، ولا يقال أنها مجرد مفردة وكلمة تقال على الألسن، بل نحولها إلى حالة واقعية في تصرفاتنا، في تفكيرنا، في نمط تفكيرنا، ونسمو يعني به حتى نحل أزماتنا ولا نعقدها أكثر. فإذا تمسك كل إنسان بما لديه فممكن أنه تزداد الأزمات أو لا أقل تستمر، واستمرارها بالوقت هو ازدياد في الحقيقة. في كربلاء الإمام الحسين كان مجموعة حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كما تعلمون أنهم كانوا يتسابقون إلى من يقدم نفسه قبل الآخر. وهم يعلمون أنه يقدم نفسه لماذا؟ لماذا؟ يقدم نفسه للموت، بحيث أنه إذا مات قبل يعني الآخر سيعطي فرصة حياة وإن كانت شيء بسيط يعني من الزمن، لكن هذا المقدار سأمنحه لك، هذا ما أملكه الآن، لي حق. ما هو؟ لي حق أنه أتساوى مع الجميع. لماذا فلان؟ لماذا أنا أتقدم والآخر يبقى حي مثلا دقيقة أو 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة؟ من حقي أنه نموت مساواة. ممكن أن يأتي مثل هذا في ذهن واحد من أصحاب الحسين؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. لماذا؟ لأن تلك المناشئ التي وضعت في قلب المؤمن، تلك المناشئ الأخلاقية الأساسية التي وضعت الطريق الواضح أمام المؤمن، لا تسمح له بأن يكون أقل من صفات المؤمن العليا مؤثر. فلذلك تجدهم يتسابقون دائما، يأتون وماذا يفعلون؟ يقدمون أنفسهم أمام الحسين، مرة بشكل فردي ومرة بشكل جماعة. بشكل فردي الأسماء معروفة، وممكن الإنسان يتابع المقاتل ويجد أنه هناك من تقدم على أخوته واستشهد قبلهم، حتى الآخر يمنح ذلك الوقت وممكن الاستعداد يكبر عند الآخر. ومر بشكل جمعي، فهناك من أصحاب الإمام الحسين ومن كان مع الإمام الحسين من أقاربه، وهناك لا ليسوا من أقاربه، من أصحابه، وإن كان وصفهم الإمام جميعا، وصفهم أنه لا يعرف أصحاب خير من هؤلاء الأصحاب. لم يرد في الإنسانية الظاهر، لا في الماضي ولا حتى في المستقبل، الله أعلم. من هنا حتى ظهور القائم عجل الله فرجه الشريف، مجموعة من الناس تكون بهذا الإخلاص، أمر صعب الوجود حقيقة. فالإمام الحسين على تربيته لهم ماذا فعلوا؟ قدموا أنفسهم قبل أقرباء الإمام الحسين. هذا يعطي دافع نفسي أولا، وحماية، ومعنى الإيثار بما يراد به من معنى أخلاقي. فتقدموا قبل أن يتقدم الهاشميون. بعد ذلك أنه حتى من بني هاشم أنفسهم، من بني هاشم أنفسهم أيضا هناك من قدم نفسه قبل الآخر، مع أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه منح للجميع منحة الاختيار بالبقاء أو الذهاب. مثلا من بني عقيل أنه قال نكتفي بمسلم رضوان الله تعالى عليه، أن مسلم قدم نفسه فيكفيكم جميعا. قالوا لا، ماذا نقول؟ تركنا عمنا وكبيرنا، ماذا نقول للناس؟ ماذا نقول لأنفسنا؟ لا، بل نقدم أنفسنا قبل أن يتقدم غيرنا. وذهبوا واستشهدوا رضوان الله تعالى عليهم. الآن لو جئنا بمثل هذا الترتيب فقط في من يقدم نفسه أمام الآخر، وإن كانوا يتساوون في المصير، ممكن أن نذهب بحياة أفضل، وممكن أن نستعد لكل طارئ يطرأ في هذه الحياة، ونتابع بشكل أكمل حياتنا الأخلاقية. عودة إلى المراد من النص الشرعي وكيف فعل في كربلاء، وكيف نستفاد منه مرة أخرى في حياتنا. معنى مثل الشجاعة، معنى الشجاعة معنى أخلاقي، والشجاعة لا تعني التهور في كل حال من الأحوال. الشجاعة معناها أن تستعد نفسيا لأمر ما وتقدم عليه وتحقق الأهداف وبشكل سليم. هذا المعنى وجد في كل الأفراد الذين كانوا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وسيدهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو مثال الشجاعة. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عندما قال أنه بماذا فضل أهل البيت عن غيرهم بأمور 6، كان واحد منها ماذا؟ الشجاعة. هل نستطيع أن تكون لدينا، نجمع بين الأمرين، بين الشجاعة، شجاعة الإيثار، والإيثار بشجاعتنا، حتى نحقق ما أرادته الشريعة وما أراده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نأمل ذلك إن شاء الله تعالى من الجميع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.